يا صباح الخير ويا صباح السعادة، أهلا وسهلا بكم. وصلنا معكم لأولى ملفاتنا والليلة، يعني المساحة دي مفردة لمجموعة من الشباب اللي بيعملوا في حاجة جدا جميلة ومختلفة وما شاء الله تطورت. هي بدأت كفكرة بعدين بقت طبعا مبادرة لمجموعة من الشباب والآن أصبحت منظمة، منظمة رائدات في يد. يعني احنا حنعرف طبعا عنها أكثر بمختلف التفاصيل، والمساحة برضو لو ناس حابة إن هي تتواصل معاهم وأكيد ممكن تنضم للمنظمة. أنا شفتها يعني بدعو طوال للانضمام لكم، لأنه حقيقي المشروع اللي أنت بتعمل فيه حاجة جدا جميلة. أنا سعيدة بك جدا كمدير طبعا مشاريع بالمنظمة أحمد عبد الله. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح الخير عليك أستاذة تسنيم، صباح الخير على كل السادة مشاهدين قناة السودانية 24. الله يسعدك يا رب العالمين. احنا في البداية عايزين يعني نعرف السادة المشاهدين اللي سمع بمشروع رائدات فيد أو بمنظمة رائدات فيد، ممكن نذكره تاني بالمعلومة، واللي لأول مرة يسمع احنا عايزين نوريه المعلومات، ناخذ معك مساحة أكيد. تمام ما في مشكلة. نحن مشروع اسمه مشروع رائدات فيد، بيشتغل في تدريب وتأهيل النساء على أساس يكون عندهم مشاريع خاصة بهم. بعد ذاك نحن بنعمل لهم تشبيك مع المنظمات والبنوك إنه المشاريع بتاعتهم دي هي تدعم وتتنفذ وتكون على أرض الواقع. حلو. تمام؟ فالمشروع بتاعنا هو ذاته بيقوم على 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى بتاعت التدريب بيكون مدتها شهر. في الشهر ده نحن بندرب البنات على حاجات مختلفة. بنبدأ معاهم من التهيئة النفسية، حيث إنه هم يواجهوا التحديات والصعوبات بتاعت البزنس. بنشتغل معاهم سوفت سكيلز، مهارات حياتية. تاني بنيجي نشتغل معاهم الشغل بتاع البزنس، من توليد الافكار واختيار الفكره لحد ما الواحده كيف تقدر تدير البزنس بتاعها، تديره ماليا، تديره تسويقيا، تديره تشغيليا. يا سلام عليكم. طب اكيد انتوا يعني التفاصيل انت ذكرتها والاهداف دي كل المراحل هي طبقت على ارض الواقع ولاكثر من مره. بالضبط. فنحكي معاك برضو التفاصيل اللي هي يعني كم نسخه، عدد المشاركين اللي فيه، نتذكر مع بعض التفاصيل والانجاز اللي انتوا عملتوه اكيد. في الحقيقه دي النسخه الثالثه لنا احنا في المشروع. قبل كده اشتغلنا نسختين، بدينا 2020 تحديدا في الفتره بتاعت الكورونا، وكانت هي اصعب فتره بالنسبه لكل العالم. لكن في ظل كل التحديات والصعوبات دي احنا قدرنا نبدا المشروع. يعني بتذكر ان احنا في فتره بتاعت التدريب تحديدا كنت بقول لكوتشيامنا يعني الناس بتموت، احنا شنو الحاجات اللي بنعمل فيها دي. فسبحان الله مرت الايام وعدت وضحت لي الحاجه دي قيمه الموضوع اللي احنا شغالين عليه. تمام. بشكل انك تبعث الامل وانك انت تنشر المساحه حقت انه الناس قادره تنجز والمشروع البسيط ده ممكن يكون هو فيه مساحه بتاعت انه تكفي نفسك انت اولا والناس اللي حولك طبعا، وتساهمي كمان في الاقتصاد السوداني بغض النظر عن كان بساطه وصغره المشروع. بالضبط. يعني طب دي مشاريع كثيره جدا، نتكلم عن 3 نسخ اكيد في مراحل برضه بتاعت اختيار ومراحل حقت زي ما انت ذكرت ممكن برضه الطريقه بتاعت دراسه جدوى وكيف انك تسوق لمنتجك والتفاصيل دي. المراحل دي بتتم كيف؟ يعني انه هل بتنزلوا مثلا بوست اول انه يا جماعه تعالوا جيبوا مشاريع ولا تفاصيل داخليه؟ في البدايه نحن بننزل استماره على الصفحه بتاعتنا في الفيسبوك. الاستماره دي بنكون فترتها ما بين 2 إلى 3 أسابيع. بندي مساحه فيها للبنات اللي هم رغبات انهم يكونوا معانا بحيث انه هم يقدموا. بعد ذاك تيجي المرحله الثانيه اللي هو نفس الناس اللي قدموا دي نحن بنعمل لهم معاينات. من المعاينات دي بنختار عدد معين اللي هو عباره عن 25 رائده. حلو. تحديدا ال 25 رائده دي بنعرضهم طوالي بنحولهم للمرحله بتاعت التدريب. اوكي. اللي هو بياخذوا فيها كل الحاجات المتعلقه بالبزنس اللي ذكرتها عليك قبل شويه. طب قبل ما نجي لابرز المشاريع، منو اللي بيقدم التدريب ده؟ انتم كيف بتتعاونوا؟ احنا بنتكلم عن يعني هي مبادره برضه شبابيه، فبالتالي الخزينه زيرو، عارفين احنا تمام اي مبادره شبابيه في السودان الوضع بيكون عامل كيف. فشكل المدربين اللي بيجوا للمنظمه وبيقدموا الدعم للشابات ديل، هل بيتم التعاون معاهم ولا التفاصيل بتتم كيف؟ هل في جهات راعيه؟ نعرف معك. انا عايزه ابين قديش انتم صراحه مجتهدين ويعني من سنين بتعملوا في حاجة جدا جميلة، ويعني حتى لو كان ممكن العين عليها ما كثيرة لكن هي واصلة وقدمت فائدة حقيقية للناس في السودان. فأنا يعني عشان كده بسألك أسئلة كثيرة وعندها علاقة بتفاصيل التفاصيل عشان يعني نوري الناس أنتم حقيقي قاعدين تتعبوا لحد ما تصلوا لأنه تعالوا شوفوا المؤتمر ودي النسخة الثالثة. تمام. بالنسبة لنحن المدربين اللي بنتعامل معهم، نحن دائما بنختار مدربين هم ريليتد للمجال بشكل أو بآخر. حلو. تمام. فنحن قاعدين نتعامل مع مدربين ما شاء الله يعني عندهم خبرة سابقة طويلة شديد، اشتغلوا مع منظمات دولية، اشتغلوا في شركات، اشتغلوا في مؤسسات. فبقدر الإمكان بنحاول نجيب النازل بحيث إنه هم عندهم الأبديتنج، عندهم الحاجة المودرن، الحاجة اللي هي ماشية في السوق. يا سلام.
عشان هم ديل بيدوها للبنات وهم ما حيتعبوا كثير في الحاجة دي بشكل أو بآخر. شكل التعاون اللي بيكون ما بيننا وبينهم بيكون دائما عن طريق الرعايات اللي هي بتجينا. احنا دائما بنطرق الابواب بتاعت المؤسسات بحيث انها هي مثلا توفر لنا فاندنج للرسوم بتاعت المدربين. تمام. بنشوف مؤسسه ثانيه توفر لنا مكان احنا ندرب فيه البنات. طب فيما يخص المشاريع اللي هي ممكن تكون يعني انتم اخذتوها او معاكم، انت قلت لي انه احنا مفتاح استماره وبتاخذوا مجموعه من المشاريع وبعدين أيوة. طبعا بتتعرض على اللجنه لحد ما هي تصل تقييم لحد ما يصل 25 مشروع. الباقيين بيحصل معاهم شنو؟ هل بيتم مثلا تدريبهم لاحقا ولا يعني كيف بيفهموا؟ لانه في النهايه ده ما واحد جواه هو بذره ونفسها ان هي طبعا تكبر ويعمل التفاصيل السمحه. بالضبط. دين احنا بنكون متابعين معاهم بحيث ان هم يتابعوا البرامج اللي احنا بنعملها. حلو. تمام. حلو. في النسخه البعديه هم ديل بيكون عندهم الاولويه. لانه هم يتم اختيارهم في النسخه مثلا النسخه الثانيه. ديل بيكون عندهم أولوية في النسخة الثالثة إنه هم يكونوا معانا في المشروع. تمام. طب المشاريع الحالية أنتوا في تقريبا في ترتيبات النهائية للنسخة الثالثة. جولات. تمام. نحكي طيب ورينا أنت في أي مرحلة الآن. تمام. نحن حاليا في المرحلة الثانية اللي هي المرحلة بتاعت الجولات تحديدا. مرحلة الجولات دي بعد ما البنات ديل هم يتدربوا نحن بنعرضهم قدام الشركات قدام المنظمات بحيث انها هي تدعم المشاريع بتاعتها. يا سلام يا اخي. تمام. الحاجه دي بتقوم في قرابه الاربع او خمسه جولات تحديدا. تمام. بحيث انه نحن بنصف ال 25 مشروع ديل عشان نرسلين على خمسه مشاريع، الخمسه مشاريع دي هي نحن هننفذ معاها باذن الله. تمام. طب يعني ممكن حاليا كده ابرز المشاريع المقدمه شنو؟ تمام. من ضمن المشاريع عندنا مشروع بتاع انتاج عطور سودانيه. عبارة عن إنتاج الخمرة تحديدا. هو حيكون بشكل حديث وشكل مودرن. حاجة ما موجودة في السوق، فدي من المشاريع الابتكارية على سبيل المثال اللي هي بتكون كطريقة عرض يعني ولا شنو؟ لأنه في النهاية المحتوى واحد طبعا. طريقة عرضة حتى المحتوى بتاعها حتى ذاتها في المحتوى بتاعها ذاتها هي بتعمل لها إضافات معينة بحيث إنها هي تكون سهلة الاستخدام. أوكي. طيب. لأنه ال 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 العطور او الخمره السودانيه بتاعتنا العاديه دي هي بتكون فيها رواسب تحت فهي بتشتغل على الموضوع ده كيميائيا بحيث انه كل المزيج ده يكون بشكل واحد بقوام واحد. اوكي. تمام. طيب. مثلا عندنا مشروع ثاني هو بتاع منصه بتاع التعليم. يا سلام. تعليم للاشخاص ذوي الاعاقه. حلو. بتعلمهم هي اسرار عصام هي ذات من ذوي الاحتياجات الخاصة. بتعلمهم كورسات في ريادة الأعمال، بتعلمهم كورسات متعلقة بالسوفت سكيلز وكذا، بتعمل لهم الموضوع بتاع السي في عشان تجهزهم هم لسوق العمل. ممتاز. طب يعني الشعار بتاعكم هو فيد واستفيد. فيد واستفيد. اي فيد واستفيد. شكل الاستفادة النهائية قاعدة تكون شو للرائدات اللي بيكونوا منضمين للمنظمة؟ نحن بنكون ساحين يعني بكل السبل والطرق انه المشاريع بتاعتهم دي هي تكون على ارض الواقع بشكل او باخر. تمام. الحاجه دي نحن بنوفرها عن طريق الشركات وعن طريق المنظمات اللي هي بتكون معانا من جانب المسؤوليه المجتمعيه. تمام. طب ده فيما يخص الشابات اللي هم منضمين للمنظمه ولكم انتم طبعا كمتطوعين داخل المنظمه والتفاصيل دي، المجتمع كيف ممكن هو يستفيد من حاجه زي دي؟ تمام. هو المجتمع حيستفيد من الحاجه دي عن طريق انه نحن بنكون ساعين دائما لكل رائدة لما تبدا المشروع بتاعها تشغل معاها اثنين او ثلاثة من النساء. يعني على سبيل المثال عندنا في النسخة اللي فاتت النسخة الثانية تحديدا عندنا الرائدة مزدلفة، الرائدة مزدلفة دي المشروع بتاعها هي عطور سودانية، هي زولة مكفوفة يعني ما بتشوف، اشتغلت في المشروع بتاعها ده ودربت معاها 40 مكفوفة ما شاء الله زيها على اساس انه هم كيف يقدروا يعملوا العطور دي. طب في متابعات بتتم بعد ما المشروع هو يعني يتعامل على ارض الواقع وتفاصيل دي، هل بتتم مثلا منكم زيارات من وقت لتاني ولا شكل الدعم بس بيجيف لما نخلص النسخه وخلاص ولا فيما بعد كيف التواصل بيتم مع الرائدات؟ نحن بنكون متواصلين مع الرائده لمده بتاع 6 شهور. من مرحله بتاع تنفيذ المشروع. مثلا فتره الست شهور دي نحن بنعملها ليه؟ عشان نضمن الاستمراريه بتاعه المشروع. بنكون متابعين معها بصوره دوريه مرتين في الشهر. بنشوف مبيعاتها هي ماشيه كيف، بنشوف تسويقها ماشي كيف، بنشوف تعاملها مع المخاطب في المشروع ماشي كيف. جميل. طب لو الناس عايزه تصلكم يا احمد وين ممكن تلقاكم؟ وين ممكن تقوم تقدم الدعم؟ وين ممكن هي تطرح مشاريع معاكم وتطوروا طبعا؟ تمام. نحن عندنا الصفحه بتاعتنا في الفيسبوك مشروع رائدات فيد او بايونير اوف فيد. عندنا فيها كل التفاصيل. تمام.
دي بالنسبه للناس اللي هم ممكن يكونوا اونلاين. بالنسبه للناس الاوفلاين اللي حابين انه يكونوا يدعمونا او يكونوا جزء مننا، ان شاء الله يوم السبت الجاي حيكون العرض بتاع المشاريع. يا سلام، وين مكانه وتفاصيله؟ حيكون ان شاء الله في اتحاد الغرف التجاريه يوم السبت من الساعه 12 للساعه 3 مساء، من 12 لحد الساعه 3 في اتحاد الغرف التجاريه. احنا بنسعد دائما بكل انجاز بتعملوه، العرض الواقع وحاجه اكيد هي بتفيد المجتمع السوداني وبتفيد الرائدات وبتفيد كمان اصحاب المشاريع الصغيره ان هي تتطور وان هي تنفذ على ارض الواقع وتعود عليهم بنفع. انا سعيده جدا بسعد جدا يعني كما العاده طبعا تعلم الحاره دي بالمشاريع اللي انتم شغالين عليها كمنظمه، وتحيه لك انت ولكل الشباب القائمين على امر المنظمه. حديك مساحه اخيره لو حابب توجه فيها رساله للناس اللي بتسمعنا وبتشوف. تمام، رسالة الأخيرة بوجهها لكل زول هو مهتم بالبزنس عموما. نحن بقينا في زمن صعب شديد، من غير بزنس ما بتقدر تمشي لها قدام. بشكل أو بآخر أنت خليك جزء من الحاجة دي، حتى لو أنت ما عامل مشروع بنفسك خليك مع الناس اللي هي بتعمل مشاريع، لأنه بلدنا محتاجة إنها تمشي لها قدام، محتاجة إنها تتطور، ولسه الراجين كثير.